السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. رايحين نشرح ونحل دروس وتمارين صفحة 42 و43. عندنا صفحتين رايحين نفهموهم مع بعض ونشوفوا وش كاينين في هذا الزوج صفحات. إذا نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح نتاع الحلول القصيرة والبسيط يفيدكم وتستفادوا. تابعوا معي لآخر الفيديو. نبدأ على بركة الله. بسم الله. I learn to integrate. I learn أتعلم to integrate نتعلم نلقي التحية. You are a new member. Member معناتها عضو. Of your school blog group. أنت عضو في فرقة فرقة درتو في المدرسة group فرق وفرق هذه رايحة تكتب في الإنترنت. اوكي بلوغ هي صفحة في الانترنت تكتب فيها المعلومات الشخصية انتاعك. انت عضو في هذا الفرق اللي تكتب في الانترنت. Your new friends want to know about you. صديقك الجديد في الانترنت حبيت يعرف بزاف عليك وزيد يعرف عليك اكثر. Introduce yourself. Introduce معناتها عرف. Yourself نفسك عرف بنفسك. إذن you are a new member of your school blog group. Your new friends أصدقائك نسى صديقك. Friends بالأس هي الجمع. Want to know about you. Introduce yourself. إذن أصدقائك جدد في هذا البلوغ حابين يتعرفوا عليك عرفهم بنفسك. هنا باش تعرفهم بنفسك وتكتب الوضعية الإدماجية الخاصة بك انت باش تعرف بنفسك رايح اتبع هذا الجدول. عندنا هذا الجدول اللي فيه معلومات. اسمحوا لي كيفاش نكتبوا الفقرة. هنا انتم ما تطووش الكتاب انا طويته لانه باش نقدر نوري لكم. اوكي I work with my partners. رايح تخدم انت وزملائك. هذا الجدول رايح يعاونك انك تكتب الوضعية عليك انتايا. To introduce myself I need. باش نعرف بنفسي احتاج الى. Knowledge اللي هي المعرفة. Skills اللي هما المهارات. وattitudes اللي هي كيفية التصرف ولا كيفية التعامل. Attitudes هما الأخلاق انتاعك كيفاش تتعامل. إذن في knowledge المعرفة وش لازم يكون على بالك. Lexes related to greetings لازم تعرف المفردات اللي يكون عندها علاقة بالترحيب أو بالتعريف. نستعمل auxiliary to be in the present simple with I. تستعمل الزمن to be في زمن المضارع البسيط مع I اللي هو I am. اوكي okay. I am فلان وتعرف بروحك ولا I am 10 years old I am الى غيرها. اوكي okay. اذا تستعمل present simple tense اللي هو المضارع البسيط تكون تعرف البيرسونال بروناون اللي هو انا I. Possessive adjectives my كيما my. Prepositions كيما نقولوا كيفاش نقولوها بالعربية استنى دوك نرجعوا ليها. وعندنا numbers اللي هي الأرقام I'm 10 I'm 12 I'm 13 إلى غيرها. Prepositions كيما in I study in أحمد middle school ولا I work at. اوكي ولا I study at ولا I'm in class in class 1 MS 2 الى غيرها. اذا prepositions هما الحروف الجر باللغه العربيه نديرو فيهم in on ولا at. هذو لازم تكون تعرفهم. skills اللي هما المهارات نتاعك انك تكون عندك greeting اللي هي hi ولا hello و introducing oneself اللي هو I am فلان I am 10 years I study art إلى غيرها. والattitudes هنا being polite معناتها تكون ظريف مع الناس والrespect باحترام الفقرة تاعك تكون محترمة ومتواضعة. إذن هذا هو الجدول وش معناته الموجود في الصفحة 42. بهذا وقت تكون تعرفهم رايح تكتب الوضعية الإدماجية انتاعك. أوكي ثم عدنا I think and write. نخمم ونكتب. شوفوا هذه الصفحة 42 تكمل الصفحة 43 في زوج يكملوا بعضهم ومن بعد نكتبوا الوضعية.
You want to join your school English language club. كاين club اللي هو نادي تاع اللغة الإنجليزية في المدرسة نتاعك. انت راك حاب تنضم لهذا النادي. باش ننضموا لهذا النادي واش لازم نديرو؟ Fill in your identity card. Identity card هي بطاقة التعريف نتاعك رايح تعمرها. Then introduce yourself to the club members. بعد ما تعمر identity card اللي هي هذه identity card تعمرها بالمعلومات الخاصة بيك انت الخاصة بيك انت اوكي. بعد ما تعمرها تكتب الوضعية الإدماجية اللي تعرف بها نفسك باش تنضم لهذا النادي نتاع هذا الكلوب نتاع اللغة الإنجليزية الخاص بالمدرسة نتاعك. عندك هنا فوتو تصويرة نتاعك تتخدمها تلصق تصويرة نتاعك. عندنا first name اللي هو الاسم الأول نتاعك اللي هو الاسم اسمك. family name هنا نديرو اسمك اسمك. family name اسم العائلة اللي هو لقبك. Okay. age اللي هو سنك عمرك او سنك. class واش من القسم تقرا نقولو 1M S1 ولا 2 ولا 3. okay. school اسم المتوسطة نتاعك نقولو for example عيساوي عيساوي احمد. middle school وتكمل middle school. town اللي هي الولاية اللي راك فيها ولا البلدة اللي راك عايش فيها for example عندنا Algiers عنابة الى غيرها. town نتاعك الولاية نتاعك والفون نمبر تكتب رقم الهاتف نتاعك. هنا ما عندناش حنا ارقام هاتف لانه ما رقم الهاتف الاولاد عندنا في متوسطة وغيرها ما عندهمش هواتف اذا هنا ما ديروهش. ولا تحب دير رقم نتاع الوالدين نتاعك ديروه باش تعمروا فقط باللي راكم فاهمين واش راكم تكتبوا. بعد ما تعمروا هادو المعلومات كامل رايحين تكتبوا وضعيه ادماجيه حول انفسكم تعرفوا بانفسكم. اذا تبعوا معايا نشوفوا الان الوضعيه الادماجيه اللي نعرفوا بها بنفسنا. اوكي اذا عندنا هلو. هنا هلو اللي هي being polite تتصرف بادب. greeting form هنا greeting هي طريقه القاء التحيه. دائما نبداو الوضعيه بهلو. هلو فاصله capital h ال h يكون حرف كبير. اوكي هلو my name is سلمى capital s حمداوي capital h full stop. i am 10 years old عمري 10 سنوات full stop. I am a pupil at سلماني رحيم middle school capital S و capital R. كيكونوا الأسماوات هنا دائما نديرو capital letter وكي نبداو الجملة بعد النقطة نديرو capital letter وكي نبداو الجملة جديدة ولا الفقرة جديدة نكتبو capital letter. I am from Algeria أنا من الجزائر. I live in Constantine ولا I live in بليدة ولا I live in Algiers. كل واحد واش يقول. اذا هنا راكم تشوفوا هنا الفقرة راهي معمرة. عدنا الاسم سلمى حمداوي. اوكي عدنا الاسم واللقب. عدنا العمر هنا I'm 10 years old. عدنا القسم هنا انا ما درتوش القسم تقدروا تديروا القسم I'm a pupil at سلماني رحيم middle school full stop. I study. اوكي تكتبوا هنا بعد school ديروا انا نسيتها اعتذر I study. اوكي وتكتب القسم انتعك I study in class 1M S2 ولا 1M S3 الى غيرها. اوكي ثم تدير full stop. I am from Algeria. I live in بليدة ولا I live in Algiers. Full stop. هذه فقط ديروها هنا. I study. I am a pupil at سلماني رحيم middle school. I study in class 1MS. إلى غيرها تكتب الرقم القسم انتاعك. إذن هذه هي الوضعية الإدماجية الخاصة بالصفحة
42 وصفحة 43 كانوا مع بعض يكملوا بعضهم. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو مع الشرح نتاعها والحلول يفيدكم وتستفادوا. ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو في فيديوهات قادمة ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وحفظه، بقاو على خير.